جامعة الزرقاء دائما هذه الجامعة لها دور كبير في الجامعات. رح نتحدث اليوم مع نائب رئيس الجامعة الزرقاء للشؤون الإدارية الأستاذ الدكتور نضال عيشة، وأيضا رح يكون معنا الدكتور خالد زيدين عميد القبول والتسجيل. رح نتحدث عن البيئة الجامعية والحياة الجامعية، رح نتحدث عن كيفية التسجيل، ونحن رفحنا هلا بجائحة كورونا لنشوف كيف تعاملوا مع هذا الموضوع تحديدا. صباح الخير، أهلا وسهلا فيكم. صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم دكتور نضال. رح نبلش من عندك ونحكي عن البيئة والحياة الجامعية في جامعة الزرقاء الأهلية، تفضل. نعم، صباح الخير. أهلا وسهلا فيك. صباح النور. بداية أشكركم على هذا اللقاء الجميل. أهلا وسهلا فيك. وبداية لابد أن نستذكر أنه إحنا الآن في وطننا العزيز نمر بمناسبتين غاليتين على الأردنيين جميعا. نعم صحيح. ولهما مولد سيد البلاد جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه، وهذه المناسبة تتزامن أيضا مع دخول الأردن المئوية الثانية. نعم. والتي تدعو إلى مزيد من الجد والعمل والمثابرة أيضا. نعم. نعم. أستذكر في تلك المناسبتين أن هذه المناسبات عبارة عن أعياد وطنية، والأعياد الوطنية هي باعث وداعم ودافع للجميع للعمل والجد والمثابرة. صحيح. الآن أقتبس قول جلالة الملك مخاطبا الشباب عندما قال: أنتم مستقبل هذا الوطن. صحيح. وأنتم أحد أهم وأبرز صنعه. صحيح. من هنا ننطلق كجامعات للعمل في هذا البعد. نعم. الآن الجامعات دورها أساسي وكبير من أجل تهيئة الشباب، من أجل تحصين الشباب وتأهيل الشباب للعمل في المستقبل، لبناء المستقبل. فنحن بحاجة إلى شباب مؤهل، شباب مدرب، شباب بكفاءة عالية. نفخر نحن في جامعة الزرقاء على مدى ربع قرن من عمر الجامعة أننا عملنا بهذا الجهد، بهذه العقلية، بهذه الرؤية، من أجل صناعة جيل واعد مثقف ذو خبرة ذو كفاءة تناسب سوق العمل، تساهم في بناء الوطن، وتقدم أفضل ما لديها من أجل مستقبل هذا الوطن وتحقيق رؤى قائد البلاد. ونحن فخورون بخريجينا على مدى ربع قرن الذين تبوؤوا العديد من المناصب، العديد من الأماكن، ساهموا بشكل كبير في رفعة هذا الوطن، ونرجو أيضا الاستمرار في هذا في المستقبل، بل البناء عليه لمستقبل أفضل إن شاء الله رب العالمين. البيئة الجامعية والحياة الطلابية بجامعة الزرقاء كيف بتشوفها خلال هذه الفترة، وإذا تم العودة بإذن الله تعالى إلى الحياة الدراسية الطبيعية هذا؟ نعم. المجتمع اللي كلنا افتقدناه إن كان طلاب مدارس أو طلاب جامعات، تفضل. نعم. الآن الجامعة هي عبارة عن بيت يؤوي عقول. نعم. الشباب. الآن البيت الذي يؤوي العقول يجب أن يعد بطريقة تناسب هذا. صحيح. هذه القيمة. تقوم الجامعة على احتضان الطلبة، لدينا عمادة شؤون طلبة فيها العديد من الشعب. نعم. منها شعبة الإرشاد النفسي والاجتماعي، لدينا شعبة خدمة المجتمع، لدينا أيضا العديد من الصناديق والمراكز والعمادات التي تعمل ليل نهار من أجل مساعدة الطلبة والارتقاء بهذا الفكر. لأن البيئة الجامعية هي بيئة تقدم العلم الأكاديمي وتقدم خبرات الحياة وتقدم المشورة للمستقبل. فلدينا أيضا مكتب الإرشاد الوظيفي. خلال هذه الجائحة عملت الجامعة بأكبر ما يمكن من طاقة وبأسرع ما يمكن من أجل سد الثغرات التي قد تنشأ نتيجة عدم تواجد الطالب في الجامعة. نعم. وبالتالي تم العمل على منصة إلكترونية خاصة للجامعة، تم حوسبة جميع المواد،
تم إعطاء المحاضرات بشكل تفاعلي متزامن من خلال تلك المنصات. هناك فريق متواجد دائما لدعم الطلبة في حال وجود أي مشكلة فنية أو مشكلة في الإرشاد أو مشكلة في التحصيل الدراسي، وهذا كلياته بقلل من مشكلة عدم تواجد الطالب في الحرم الجامعي. استفدنا من الخبرة الأولى خلال الفصل الثاني للعام الجامعي المنصرم، بنينا عليها وطورناها في الفصل الصيفي وجودناها في الفصل الأول، وإن شاء الله ننطلق إلى بعد ذلك خلال الفصل القادم بالسيناريوهات المختلفة. دكتور خالد، اليوم طلابنا أو شبابنا مش دائماً عارفين إيش بدهم تخصصات، وعادة في دورات بتعطيها كتير مبادرات وكتير منظمات لتهيئة الطالب ما قبل الدخول إلى الجامعة. شو دور جامعة الزرقاء الأهلية اليوم في تشجيع الطلاب على تخصصات معينة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لكم لبرنامجكم الراقي اللي كل الأردنيين اللي بيتابعوا. يعني الله يسعدك، شكرا دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. بالبداية، الجامعات إجمالا أو عمادات القبول والتسجيل في الجامعات هي حلقة الوصل ما بين الجناح، أو هي التي تسهل عمليه الأكاديمية داخل الجامعة، تربط الطالب مع الكليات الأكاديمية، تسهل عمليات الكليات الأكاديمية لإجراء أو للمقابلة بالطلبة والتعامل بشكل عام. من الأشياء التي تنسق بها مع العمادات هي عملية اختيار التخصص بشكل أو بآخر وتسهيل هذا بهمته. عندنا بالأردن إجمالا الجامعاتنا يمكن من ندرة في الدول التي تضع أسس للقبول الموحد وبتعرفوه بشكل أو بآخر، صح. وتضع شروط، ما هي التخصصات الراكدة، إيش التخصصات المشبعة، إيش التخصصات المطلوبة بشكل عام، وهذا يسهل على الجامعات الخاصة وعلى الجامعات الحكومية، ويسهل الطالب كيف يختار هذا الأمر، أو حتى إقناع هؤلاء الجامعات للطالب كيف أي تخصص يقبل عليه عن طريق هذا الإرشاد الذي يكون الآن هو موجود إلكتروني وموجود يعني بيدين أغلب طلبتنا بشكل عام، ممكن يدخل على التنسيق القبول الموحد ويتعامل معها بشكل عام. زائد أن هناك في تناسق وتناغم ما بين القبول الموحد أو وحدة تنسيق القبول الموحد مع الدوائر والمؤسسات بشكل أو بآخر التي تحث على بعض أو تطلب بشكل أو بآخر مثل ديوان الخدمة المدنية على التخصصات الموجودة، هذا راكد، هذا مشبع، هذا مطلوب بشكل عام. في جامعة الزرقاء نحن نركز على بعض التخصصات بشكل عام، واستحدثنا بعض التخصصات المطلوبة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي وهيئة الاعتماد مؤسسات التعليم العالي وديوان الخدمة المدنية، ما هي التخصصات التي هي الآن موجود مطلوبة في المجتمع المحلي وتخدم الوطن أولا وأخيرا، وتخدم الناس بشكل أو بآخر، وتسهل بشكل أو بآخر التطور والتقدم بشكل أو بآخر في البلدان بشكل عام. من هذا المنطلق بنقدم على تلك التخصصات، وخاصة التخصصات التطبيقية، ونحن الآن نضفي موضوع التطبيقي على جميع تخصصاتنا بشكل عام، وهذه قد تكون من الجامعات القليلة اللي تقوم بها جامعة اللي تقوم مثل جامعة الزرقاء بأنها تقوم بعملية التطبيقي للتخصصات بشكل عام. عندنا السمع والنطق مثلا بشكل أو بآخر، وجدنا أنه هذا التخصص مثلا قمنا أنشأناه جيد، ووضعنا فيه الآن عيادة خاصة بموضوع السمع والنطق بشكل عام، وأنشأناها، وقد تكون كلفت يمكن الأجهزة الموجودة فيها على مستوى الشرق الأوسط نضاها فيها مستوى الشرق الأوسط. نسقنا مع المستشفيات القريبة منا الحكومية مثل مستشفى الزرقاء الحكومي وغيره على هذا الأمر. الآن قدمنا خدمة للمجتمع المحلي، بتخدم المجتمع المحلي، وقد تكون مجانا الآن إحنا بشكل أو بآخر نعالج روادينها، وقد يكون بعض الأحيان 100 شخص يوميا بيراودها بدون مقابل، هذا الأمر لأنه خدمة للمجتمع. زائد أن طلابنا قاعد بيطبقوا التطبيق العملي الواقعي والحقيقي والفعلي لهذه التخصصات. تفضل. فقمنا بشكل أو بآخر كثير من موضوع التحاليل الطبية بشكل أو بآخر، أو الصيدلي بشكل أو بآخر، عندنا صيدليات افتراضية بيقوم الطالب بتطبيق هذا الأمر. هذه التخصصات بشكل أو بآخر اللي تدرس اعتيادي في الجامعات، قامت جامعة الزرقاء بموضوع إضفاء عليها طابع التطبيقي لكي تكون مميزة وخريجينها مميزين فيها، حتى أنه في بعض الدول المجاورة إن قاموا بعمل امتحانات خاصة للطلاب
طلاب الخريجين الصيدلي كانت جامعة الزرقاء برقم واحد في بعض الدول التي لم يرسب أو في هذا الامتحان التأهيلي ما حداش رسب فيه بشكوى. هذا جاي نتيجة للتركيز على موضوع التطبيقي على الجانب التطبيقي بشكل أو بآخر، وهذا ما يميز يمكن بعض معظم تخصصاتنا في جامعة الزرقاء. دكتور، خلينا نتحدث عن حاضنة الأعمال. إيش هي هاي حاضنة الأعمال من خلال جامعتكم؟ احنا قمنا بانشاء حاضنه اعمال بشكل او باخر خدمه اول شيء للمجتمع المحلي الموجود، وهي تواصل مع المجتمعات والمؤسسات والشركات والمصانع المجاوره او الموجوده في البيئه، حتى بشكل عام حتى في البيئه المجاوره، انها بالمجتمع المحلي للزرقاء او غيره، للمفرق للزرقاء لعمان بشكل عام، حتى اي شخص، حتى للمدارس الموجوده في عندنا، احنا مدارس برضو موجوده هناك او مدارس الحكوميه بشكل عام، الذي لديه فكره بشكل او باخر مستعد ان نتبنى تلك الفكرة عن طريق حاضنة الأعمال، وإذا كان هناك مشروع ريادي موجود بشكل أو بآخر إنه نتبنى. وفي عندنا الآن عشرات المشاريع التي تم تقديمها ووضعها في هذه حاضنة الأعمال، والآن بصدد إن شاء الله تعالى إنها عام إنشئت، الآن بصدد يمكن بصدد إن شاء الله تعالى إنها تقوم بإنشاء وإظهار بعض المشاريع الريادية التي تخدم المجتمع المحلي وتخدم الأردن بشكل أو بآخر بشكل عام، حتى تخدم جامعة الزرقاء بشكل عام. وضعت هذه بشكل أو بآخر من أجل تطوير البنية التحتية أو بشكل وتطوير المجتمع أو تطوير الأفراد ومجتمع الزرقاء بشكل خصوصي، والمجتمع وطلاب جامعة الزرقاء بشكل أو بشكل خاص لطلبة جامعة الزرقاء، لمن يحملون مشاريع ريادية، لمن يحملون أفكار ريادية ممكن أن تطبق على الواقع، نساعدهم بهذا الأمر وندعمهم ماديا ومعنويا وننهض بهم حتى يكونوا أمام طلاب الأردن بشكل عام أو أمام طلاب العالم. يمكن أخذنا بعض المشاريع اللي على مستوى العالم، جابت جامعة طلاب جامعة الزرقاء فيها رقم واحد أو الأول على مستوى الشرق الأوسط أو على مستوى الجامعات الأردنية أو على مستوى مراكز متقدمة على مستوى العالم بشكل عام. دكتور نضال، سريعا في آخر اللقاء، خلينا نحكي اليوم أنه إحنا دخلنا المئوية الثانية للدولة، وإنجازات جامعة الزرقاء الأهلية أكيد كان في لها انعكاسات على خدمة المجتمع وتنميته، خلينا نذكر سريعا بعض هذه الإنجازات. نعم، الآن جامعة الزرقاء تعيش في بيئة المجتمع وتساهم بشكل فعال في هذا المجتمع. من هذه الإنجازات، جامعة الزرقاء وصلت إلى منطقة الزرقاء بشكل كامل، منطقة المفرق، الخالدية، بلعم، الهاشمية، لنا شركات في هذه المناطق مع المستشفيات، مع المؤسسات، مع دور الرعاية، مع الجمعيات الخيرية. تقوم الجامعة برعاية عدد كبير من الجمعيات من خلال دعم العمل التطوعي. لدينا مكتب لخدمة المجتمع في الجامعة، أيضا لدينا توظيف للطلبة في هذه المؤسسات، أقصد توظيف تطوعي من حيث أن نوظف خبراتهم وكفاءاتهم للمساهمة في خدمة المجتمع. لدينا أيضا حاضنة الأعمال التي تساهم في خدمة المجتمع وتحويل النتاج العلمي إلى منتج قابل للتطبيق وللتصنيع. نعم. أيضا نعم، بدنا نشكركم ونشكر تواجدكم معنا، وطبعا كلنا فخر بجامعة الزرقاء. شكرا. الأهلية، ورح نشوف في النهاية الفيديو التعريفي عن حاضنة الأعمال. شكرا جزيلا ويعطيكم ألف عافية. الله يعطيكم، شكرا جزيلا. خلينا نشوف الفيديو مع بعض، يلا.